إزاي ممكن للعلماء إن هي ترجع الحيوانات المنقرضة مرة تاني للحياة؟ كل الحيوانات اللي انقرضت من زمان هي أكتر بكتير من الحيوانات اللي فضلت لحد دلوقتي. الحيوانات اللي فضلت لحد دلوقتي هي الأقوى. الحيوانات دي هي اللي عرفت تتغلب على مصاعب الحياة اللي حلت عليهم. وقبل ما تفكر وتقول إيه الحيوانات اللي انقرضت غير الديناصورات، فأنا أقول لك إن في حيوانات كتيرة جدا انقرضت أكتر كمان من اللي موجودين دلوقتي. ونهاية كل الحيوانات اللي انقرضت دي كانت بسبب الإنسان، بسبب إن كانوا بيصطادوا الحيوانات دي فبينقرضوا. وممكن بالعلم إن إحنا نرجع الحيوانات دي مرة تاني بشوية خطوات، وبالفعل رجعوا كذا حيوان بالطريقة دي، وأنا في الحلقة دي هشرح لكم باختصار إزاي رجعوا الحيوانات المنقرضة بخطوات بسيطة. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك للفيديو والسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل حاجة جديدة أنا هنزلها. ازاي هيعيدوا احياء الحيوانات المنقرضه؟ بعد التقدم الهائل اللي شفناه الفتره الاخيره في الاحماض النوويه واستنساخ النعجه عام 1997، حاول العلماء ان هم يستعملوا فكره الاستنساخ ان هم يرجعوا بعض الحيوانات المنقرضه. وعشان العمليه دي تتم لازم ياخدوا عينه دي ان ايه سليمه ومتكامله للحيوان اللي عايزين يستنسخوه، والعمليات دي لازم تحصل في مراكز ابحاث مرموقه جدا بهدف تحسين الحياه البريه واعاده اعمار الكوكب مره اخرى. ولكن صعب جدا ان احنا ناخد عينه دي ان ايه من مثلا ديناصور، عشان كل بقايا الديناصورات هي عباره عن عظام جافه موجوده من الاف السنين، فمش هينفع ياخدوا منها عينه كامله دي ان ايه عشان يستنسخوا ديناصور. ولكن الحيوانات اللي انقرضت من وقت قريب هي دي الحيوانات اللي ممكن ناخده منها عينة دي ان ايه ونستنسخها وتبقى موجودة معانا في الحياة مرة من جديد، خاصة بقى الحيوانات اللي بتموت نتيجة صدمة صقيع عند القارة القطبية الجنوبية او المناطق المتطرفة في العالم الشمالي. تمام، وده بسبب ان التلج بيفضل محتفظ بالحيوان اللي مات ومش بيتحلل الفترة دي كلها لحد ما يجي شخص يطلع الحيوان ده من الجليد وتبدأ العمليات الحيوية للحيوان بقى ويبدا يتحلل. وفي طريقه تانية ان هم يقدروا ياخدوا عينه من الدي ان ايه من حيوان محمد بشكل سليم جدا. وفي بحوث بتتعمل حاليا على الموميا المصريه، والطريقتين اللي قلتها لكم دي فهي تنفع مع الحيوانات اللي انقرضت من وقت قصير، بس ما ينفعش تتعمل مع الديناصور مثلا. طيب ايه الطريقه العلميه لاعاده الحيوانات المنقرضه؟ اول حاجه بياخدوا عينه دي ان ايه كامل، يعني 46 كروموسوم، وبينسخوا العينه الكامله دي لالاف النسخ عشان يجربوا، ومش هي تجربه واحده اللي هيعملوها. وبعدين بيغرسوا العينه دي في بيوض حيوان مختلف ولكن قريب جدا من عائله الحيوان اللي احنا عايزين نستنسخه. بعد ما بينزعوا نوى البيوض بيحطوا البيوض في انبوبه اختبار وبيعرضوها لصعق كهربي عشان تبدا عمليه الانكسار. واول ما بيوصل عدد الخلايا للعدد المطلوب اللي هو من 8 ل 10 خلايا متماثله، بيزرعوا البيوض ده داخل رحم الحيوان علشان تتم ولاده حيوان منقرض مستنسخ بعد الوقت المناسب. طيب ايه الحيوانات المنقرضه اللي هي ممكن يرجعوها للحياه مره من تاني؟ طبعا بفضل جهود العلماء الحديثه الايام الاخيره دي هم شغالين على اعاده حيوانات منقرضه، والكلام ده هتشوفوه بعينيكم الايام الجايه. ودلوقتي هقول لكم ايه الحيوانات اللي هم شغالين عليهم علشان يرجعوهم. اول حيوان فهو وعل البرانس، وعمليه استنساخ الحيوان ده بدات من 2009، ووعل البرانس ده انقرض من سنه 2000 وكان بيعيش في اسبانيا، ده موطنه الاصلي وليه نسب من عائله الماعز البري. وبالفعل من 2009 العمليه اللي عملوها نجحت، ولكن الحيوان المستنسخ معاش كتير، وده بسبب عيب خلقي في الرئه، وطبعا العيب ده ممكن يختفي بالتعديل الوراثي بعد كده. تاني حيوان وهو طائر الموة. طائر الموة ده كان من أضخم الطيور في القرن ال 15 الميلادي، وكان موطنه نيوزيلندا لحد القرن ال 15 وانقرض طائر الموة، وهي بتشبه شبه كبير للنعامة في الشكل الخارجي، ولكن هي أطول وبريش أقل، وطول الطيور دي بيصل لأربع أمتار ووزنها 220 كيلو جرام. وسبب انقراضها في المكان اللي هي كانت عايشة فيه كانت الناس بتفضل تصطادها لحد ما خلصت عليها كلها، ولكن واحد من الطيور دي هو اللي فضل، والعلماء فكروا ان هم يستنسخوا منه مره تاني عشان يرجع للطبيعه. تالت حيوان فهو طائر الدودو. طائر الدودو انقرض نتيجه زجاجته سنه 1640. هو طائر مش بيطير وكان عايش في جزيره، وشكله الخارجي بيشبه النعامه، ولكن هو شكله صغير وقصير وعنده منقار ضخم جدا طبعا بالمقارنه براسه. ولما وصل للانسان لاول مره
في الجزيره دي عجبه قوي الطائر، فبدا ان هو يصطاده بطريقه مكثفه لحد ما خلص عليه كله. وقبل الانسان ما يجي على الجزيره دي ما كانش فيه ولا عدو للطائر ده، فبالنسبه له ان الانسان اول ما يجي ده بالنسبه له مش عدو، فكان تقرب منه بهدوء، ولكن الانسان كان بيصطاده. رابع حيوان معانا وهو طائر الفيل. طائر الفيل مش بيطير، وهو من ضمن برامج اعاده الحيوانات المنقرضه، وهو اتقل الطيور المعروفه في العالم واضخمها، ويشبه برضه النعام. طائر الفيل بيصل طوله ل 3 امتار ووزنه 440 كيلو جرام، يعني هو اقصر من الموة ولكن اتقل منه. واللي بيميزه عن باقي الطيور فهو ريشه الكتير جدا، طبعا ده بحسب تقدير العلماء. وطائر الفيل عاش في مدغشقر في القرن ال 13 والقرن ال 17 الميلادي، وفي الايام الاخيره اللي فاتت لقوا بقايا منه، وجنب البقايا دي بيضه ما فقستش وحالتها جيده جدا. طول البيضه 34 سنتيمتر، والبيضه اللي لقوها دي تعمل حوالي 200 بيضه من البيض الدجاج. وفي 2015 عرضوا البيضه دي في مزاد وجابت لهم 70,000 دولار، والبيضه دي اغلى بيضه في العالم. الحيوان اللي بعد كده وهو الماموس، وده اشهر برامج اعاده الحيوانات المنقرضه. الماموس هو حيوان يشبه الفيل ومن اقربائه، ولكن اكبر منه في الحجم، وعنده انياب كبيره وضخمه بيستخدمها للدفاع عن نفسه. والحيوان ده عاش فترات طويله جدا على الارض، حتى ان في رسومات بشريه في كهوف الانسان البدائي بتظهر رسومات الحيوان ده. والعلماء بتعتقد ان مادام الانسان زمان حاول ان هو يقتل الحيوان ده فهو كان مسبب لهم خطر، ووزن الحيوان 8 طن، وكان جسمه بيتغطى بالصوف. طيب امتى بدا مشروع استنساخ الماموس؟ اول ما اكتشف علماء احياء من جامعة سيبيريا اكتشفوا بقايا ماموس في صحراء سيبيريا المتجمدة، والذي مات قبل 40,000 سنة، إلا أنه في حالة جيدة جدا. والبقايا اللي لقوها دي بتظهر أنه هو مات من قريب جدا، ولكن مش من 40,000 سنة زي ما بيقولوا. الحيوان اللي بعديه وهو النمر السيفي. في فيلم الرسوم المتحركة الشهير العصر الجليدي هتلاقي شخصيتين من برنامج إعادة الحيوانات المنقرضة الصالحة للإعادة إلى الحياة، وهما الماموس والنمر السيفي. وطول النمر ده هو طول الأسد الحالي، حجمه عادي ولكن أكبر من النمر العادي، وأكتر طبعا منه في القوة والضخامة، وفي شبه كبير جدا مع النمر الجبلي، وطبعا بيتميز بأنيابه الشهيرة والفتاكة التي قد تصل إلى 18 سنتيمتر وأكتر. وطبعا كل اللي أنا قلته ده بيبين إن الإنسان كان بيقتل في الحيوان ده بسبب انه مسبب خطوره على الانسان. الحيوان الاخير معانا وهو الايل الايرلندي الشهير برضه في برامج اعاده الحيوانات المنقرضه. يعتبر الايائل الايرلنديه هي من اكبر واجمل الايائل في العالم، وهي فخر ورمز لبلادها طبعا، تجدها في العديد من صور اعياد الميلاد كل سنه. ولكن اول ما وصل الانسان للمكان اللي بيعيش فيها الحيوانات دي وكثره اصطياده للحيوانات دي عشان يزين الغرفه بتاعته، ده سبب ان الحيوان ده ينقرض. وطول الحيوان ده بيصل لاربع امتار، وليه كذا شكل مش شكل واحد، وكل الاشكال من الحيوانات دي فهي شكلها جميل جدا وممكن تزين بيها اي مكان وبتدي شكل جمالي. والعلماء بيبذلوا اقصى جهودهم لاستخلاص الدي ان ايه بتاعه علشان يرجعوه تاني للحياه. طيب في نهايه حلقتنا عايز اقول لكم حاجه من كلامي اللي انا قلته في الحلقه كلها، فهو ان انقراض كل الحيوانات دي كله بسبب الانسان، وبسبب تقدم الانسان الصناعي المضر للبيئه، او بمعنى صح بسبب جبروت وعنف الانسان وحب تملكه وسيطرته على العالم، هو ده برضو سبب من اسباب انقراض الحيوانات دي. ومن اول ما ظهر الانسان في الدنيا مش عارف يتأقلم مع الطبيعة ويعيش فيها، لازم يقتل في الحيوان ده والحيوان ده ينقرض وهكذا. والنهاردة بيحاول ان هو يعوض كل اللي عمله زمان ان هو يرجع الحيوانات دي مرة تاني. والايام الجاية هنشوف هل هم هيقدروا يستنسخوا حيوانات منقرضة ولا لا. احنا كده نكون خلصنا حلقتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، ولو عجبك محتوى القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا هنزله في القناة. اشوفكم الحلقة الجاية على خير.